trauma, because it happened on the fracture, before the injury, ACL or BCL, a degenerative disease, lordosis, arthritis, infection, osteomyelitis, tumor, osteosarcoma, congenital disorder. This is the same thing. عندنا خلاص بقى. طيب اتوقع دي تكون مثلا صوره لايه كده مثلا تيومر ولا فراكشر ولا تاليبس. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الصوره الجميله دي؟ خلاص تمام فراكشر. طب دول اثنين عظم ممكن يكونوا فين بقى؟ دول عظمتين يكونوا فين؟ بوزبون فور ارم ولا بوزبون ليج؟ لا صوتكم كده اعلى شويه. طيب لما نيجي نتكلم على الكونستراكشر نتكلم على اربع حاجات. الكونستراكشر ده اللي هو الكفرج بتاعنا اللي بيغطي البون او الحاجه اللي بتبطن البون بس من بره. الكورتيكال بون ده الغشاء الخارجي بتاع البون او النشره الخارجيه. الكونسيلر بون ده اللي احنا دايما بنشوفه عند الانف وذا لونج بون. والمارو كافيتي اللي هو جوه البون نفسها بعد ما نقشر البونه تمام بنلاقي حاجه اسمها كافيتي هو المارو كافيتي. زي ما احنا شايفين ده من بره القشره للبروستيا تمام. دخلنا بعد كده على الفومبك بون او الكورتيكال بون اللي هي الحته اللي من بره الناشفه اللي بنشوفها دايما. جواها بنلاقي المارو كافيتي اللي هو الحاجه اللي بتكون بون من جوه بس. وبنلاقي الكونش بون او الكونسيلر بون ده قد ايه الكونسيلر بون. نفس الكلام هنا شكل الصوره دي السبونج بون بنشوفه عن الانفوكسون بون سواء كان البوكس او سواء كان الديستر. والكومباكت بون او كورتيك بون او كورتيك بون هي اللي تحت القشره اللي بس طبعا الحته نفسها بتطلع. طيب لو حبينا هنقسمهم في النص هنا دايما في اللونج بون هنلاقي فيه الدايفيز. بعد الزيفيز هنلاقي فيه ميتافيزيز من فوق ومن تحت تمام. بعد الميتافيزيز هنلاقي فيه ابيديال بليز اللي هو الجن من البور فوق وتحت تمام. واخر حرف اوت هنلاقي بليز. طيب لو سالتكم اكتر حاجه ممكن يتكون منها العظم اللي انتم دايما تسمعوها والاطفال كلها دايما بياخدوها ايه هي عباره عن ايه؟ وايه تاني اللي بيخش مع الكالسيوم كمادة غير الكالسيوم؟ حاجة تانية مهمة ايه تاني؟ كالسيوم فوسفورس تمام ممتاز جدا. طيب والأهم منهم كلها اللي هي ايه؟ ده الأورجانيك كومباوند. الأورجانيك بقى طبيعية الحاجات الطبيعية اللي موجودة كولاجين هي أهم حاجة. كولاجين كولاجين الأغلب الجسم بتاعنا بيتكون من العشرة. طيب لو قلنا مثلا إن الكولاجين ده هو اللي بيمثل حوالي 33% من العظم تمام. باقي السبيس اللي انتم شايفينه ده الحته اللبنه دي عباره عن كالسيوم والحته الفضه دي الحته الفضه دي الفوسفور تمام. وباقيهم بعد كده الانورجانيك كومباوند مش الانورجانيك كومباوند مش موجودين. طيب الكالسيوم زي ما اخذنا سنه اولى او سنه ثانيه نعم كده صوت واضح شويه. الكالسيوم زي ما اخذنا سنه اولى كده وسنه ثانيه مهمة جدا في الماكولاتيليشن في النيرف كونفكشن في المصر كونفكشن. طيب البلاس ابلاي بتاع البون بيجي منين؟ اهم بلاس ابلاي لازم نعرفه هو النيوترنت ارمي. خلاص زي ما انتم شايفينه كده دايما بيخش من الدايفيز. احنا قلنا الحته دي تمام من اول هنا لغايه هنا ده اسمه دايفيز. البون فيه دايفيز واحد تمام في اثنين دايفيز في اثنين واحد دايفيز اثنين دايفيز واثنين دايفيز خلاص. فالنيم بلس ابلاي بتاعنا هو النيوترال ارتري. طيب في تاني ممكن اعرف في حاجات تانيه زي الميتافيزيال دايفيزم زي الكريستال ديزم بس النيم بلس ابلاي بتاع البون زي ما انتم شايفين كده النيوترال ستارت اند كده. طيب تايبس الانجري في عندنا الكونفيوجن في فراكشن في فريم
in the strain in the situation. طيب الكونتيوجن ده زي حد انا خبطت حد في ايديا كده وبدات تزرع خلاص. الكونتيوجن يساوي كلمه دوش كونتيشن اوف ذا سكين. طيب ايه بقى السترين؟ السترين استريم المصري يا فهمت الفرق بين المصري المصري اللي جميل جاب عطا مصر سمينا على كده معنا الشيء يزيد احنا ممكن. طيب الاسبرين قلنا اللي جاب سواء المرشر او الجيرس بس حاجه دايما بنشوفها هو الانتي تمام او مين. طيب الاسبرين قلنا يبقى مصر دايما تنبس. طيب الديسلوكيشن والفراكشر الديسلوكيشن ريليتد للجوينت ولا ريليتد للبون؟ للجوينت. والفراكشر ريليتد للجوينت ولا للبون؟ للبون. طيب زي ما احنا عارفين ان الجوينت عباره عن دايما تو انس اوف تو بونز خلاص. فاللي حصل لوس اوف كونجروتي بنقول عليها ديسلوكيشن. لو كانت كومبليت لو كانت انكومبليت بنقول عليها سبلكسيشن خلاص. طيب يعني الاكسيشن دي كومبليت ديسلوكيشن لكن السبلكسيشن دي انكومبليت ديسلوكيشن خلاص. اشهر حاجات بنشوفها في الديسلوكيشن عندنا ايه؟ الشولدر دي كان ايه حاجات تانية مشهوره بنشوفها كتير جدا؟ لو قلت لك ديسلوكيشن الهيب وايه تاني؟ الهيب والشولدر عشان حاجتين بنشوفهم الشولدر والهيب مع ان المفروض هما المفروض اكتر اثنين مور ستيبل. ليه بقى؟ عشان في ستابيليتي وفي دايناميك ستابيليتي. ايه رايك ان مشاكلهم بيكون ازاي؟ تبقى الهيب جوينت وال والشولدر بيكون ايه؟ فده في ستاتيك ستابيليتي يعني البون اتسلف تمام شكل البون اللي هو البون مش طبيعي تمام ده بيدي ستابيليتي خلاص. بالاضافه للدايناميك اللي هم سواء كانت الليجمنت او سواء كانت المصر او سواء كانت شكل صوت الهند اللي واقفه قدامكم شويه. طيب لو بصينا على الناحيه اليمين في الناحيه النورمال اللي انا حاطط عليها السهم ولا الناحيه اللي فيها السهم الاحمر؟ السهم الاحمر ولا السهم الابيض؟ السهم الاحمر ولا السهم الابيض زي النورمال؟ ممتاز جدا تمام. طيب ايه رايكم هنا ادي الطول بتاع الهيبوثيمر وادي السوكت تمام وهنا السوكت وادي البول بدات تتحرك تمام. يبقى ده هنقول عليه سيشن ولا سبلكسيشن لان حصل بارشل لوس اوف كنترول. طيب هنا الهيدرو زي ما شايفينها البول تمام وهنا شايفين السوكت في اي ريليشن بينهم؟ حصل لوس اوف ريليشن بين تو بون صح كده؟ طيب طول ما حصل كومبليت لوس يبقى حصل ايه؟ ريليشن ولا سبلكسيشن؟ طيب نفس الكلام هنا بقى حصل كومبليت لوس اوف ريليشن بين تو بون يبقى ريليشن ولا سبلكسيشن؟ طيب نفس الكلام ده هنا البول تمام وده السوكت وايه رايكم حصل كومبليت ولا بارشل؟ يبقى اسمه سلوكيشن ولا اسمه سلوكسيشن؟ دي داشبورد هيستوري اللي بنشوفها في الحلقه بتاعت السلوكيشن بتاعت كده بقى لكم ده كومبليت لوس اوف كونجرويتي اوف جوينت ولا لوس اوف كونتينيوتي اوف بون؟ ايه رايكم ده بون ولا جوينت؟ ايه رايكم؟ بس جوينت اهو بس جوينت كويس ولا بيتحرك؟ بس جوينت كويس صح؟ اللي بيتحرك ايه؟ البون. البون صح؟ انت فراكشر ديستا الريديس واحد صح كده؟ لكن الريت زي ما هو في مكان علاقته بالجوينت كويسه.
طيب ايه رايك ده فاشل ولا سيتويشن ايه رايك ده فاشل ولا سيتويشن ليه بقى الجوينت كويس ولا البون هو اللي مش كويس تمام ده فاشل طيب الصوره اللي بعدها ده انا قلت لكم ده ممكن تكون ايه من العضلات فيمر ايه رايك ممكن تكون ايه فيمر فيمر هي عظمه ولا اثنين في الاول مش عظمه يبقى ايه فيمر فيمر طيب دي ممكن تكون ايه فيمر طيب اللي بعدها الصوره اللي بعدها ايه رايكم كبير أفهم خلص اللي هو الستريس فراكشر اللي هو بيكون في عندنا ريسيتيف ميكانيكال لودنج مش حابب اشوف الجماعه اللي طيب حسب الكونديشن اوف ذا سوفت تيشو بنقسمه لحاجتين كلوزد فراكشر واوبن فراكشر الكلوزد فراكشر ده يعني السكين انتك اللي على الفراكشر انتك تمام لكن الاوبن ده الفراكشر دي مفتوحه بدات تتصل بالهواء من بره خلاص يعني هي في جرح ودي في جرح الكلوز ده مقفول في جرح لكن هو مش مقفول حتى لو كان فانكشن حتى لو كان سيم دبوز فده احنا بنعتبره برضه اوفر فانكشن طيب لو حبيت اقول لكم ده مثلا ده اوبن ولا فانكشن ده اوبن ولا كلوز ده تمام واللي تحت اوبن ولا كلوز كله اوبن الصور الثلاثة اللي على اليمين اوبن ولا كلوز طيب خلاص عرفنا الاوبن فانكشن ده السكن متصله مع او فانكشن كلها متصله مع الكيس طيب عشان الكلاسيفيكيشن عندنا الفانكشن هو حاجه اسمها الاستنو اسامبل كلاسيفيكيشن قسمهم لثلاثه تمام اول واحده خالص دي زي ما انتم شايفينها دي قلنا دي الوم بيكون 1 سم و ده بنعتبره كلين وم يعني ممكن زيه زي الكور يعني ممكن نحط شريحه عادي مفيش مشاكل فيه تمام بس ستيل اوبن فانكشن حتى لو كان احنا قلنا حتى لو الدور راسه دبوس كده تمام فاحنا بنعتبره اوبن خلاص هما فيه الفراكشر هيماتوما كونتينوس والاوتسايد هنبتدي نعلى شوية هنخش على جريد 2 جريد 2 ده بيكون نقول زي ما انتم شايفينه من 1 لغاية 10 سم تمام خش فيه بيكون كونتامينيتد بس مودريت تمام ما ينفعش طبعا نحط عليه شريحة لأن احنا مش زيه زي الاثنين جريد 1 زيه زي الفوبر بنعمله فممكن نحط عليه شريحة لكن جريد 2 ما ينفعش نحط عليه شريحة خلاص لأن هو مودريت كونتامينيشن طيب السوفت تيشو انت احنا شايفين مثلا 15 لاجن فيه ممكن الجرح يتقفل برايمري طيب دخلنا على الليفل اللي بعد احنا قلنا هما 3 جريدز جريد 1 2 3 بعد كده 3 ده بنقسمه ل A B and C طيب دخلنا على جريد 3 هنشوف اول واحد اللي هو A ده مشكلته بقى بتكون الغموض اكثر من 10 سم زي ما انتم شايفين حضراتكم بدا يحصل فيه سيفير كونتامينيشن في ديفلوبينج في السكن في سوفت تيشو انجري بس مش محتاج ممكن يقفل برايمري خلاص مش محتاج كفرج خلاص ده اللي هيفرق بينه وبين 3 دي خلاص هو 3 اي هو 3 دي بس الفرق بينهم
ان ده ممكن يقفل برايمري ومش هيحتاج سكندري كفرج في الفلات او الفلات، لكن الثلاثة دي لازم يعمل فلات عشان يوقفها. تمام؟ زي ما انتم شايفين كده خلاص، ده الثلاثة دي طرف البون اكسبوز وفي سبير ديكامنيشن وفي سبير ديكامنيشن وسوفت تيشو انجري. تمام؟ والجرح مش قادر يقفل البرايمري خلاص، فاحتاجنا ان احنا نعمل كفرج. تمام؟ عن طريق فلاب سواء كانت لوكال او سواء كانت باسكولايزر. طيب 3 سي لو في اي باسكولار انجري فده احنا بنعتبره 3 سي. حتى لو شفنا المنظر ده، لو شفنا المنظر ده وفي باسكولار انجري فبيتنقل من جريد 1 يستلوا عن أندرسون ترانس بجريد 3 سي. خلاص لو في باسكولار انجري ولو بون اقل حتى من 1 سنتي خلاص فبيتنقل من جريد 1 لجريد 3 سي. نتكلم عن طيب حتى الكونفيجريشن احنا بنقدمهم لتوسنجر ومكتب ميندر. السمبل ده بيكون يا اما كونفير يا اما سبايرال يا اما اوبي. طيب خلاص احنا قلنا كده ست تشو خلاص عرفناه الانسون، وعرفنا الكونفيجريشن بيكون سمبل او مكتب ميندر. السمبل بيكون الكومون عندنا اللي هو كونفير وسبايرال وبي. طيب احنا قلنا في اول حاجه من اسباب الفوز والسفنشن هي التروما، يعني دي من دايركت تروما تحت خبطه عربيه دخل العظمه في الدايركت تروما. في حاجه ثانيه اسمها الدايركت تروما زي تورشن، مسكت حاجه من فوق وحاجه من تحت وحطيتهم عكس بعض، عملت بيندنج ومسكت العضلتين من الاخر وحطيتهم كده بقيت خالص على الفراكشر سايد. او ممكن يكون كومباين كلهم تحت الضغط الكروم خلاص كلها زي حصلت في الفيديو. الضغط الكروم زي ما احنا قلنا دايما غالبا بيكون سبايرل او اوليف، بس لازم ما يكونش كونفيرت زي ما احنا قلنا. حد مثلا الاحمر من فوق ولا الاسمر من تحت ده بيكسر اي حاجه في الطبقات دي. طيب الأفضل ده لما يكون في عندنا بون ماسك في هنا متمسك في بون بتحصل عليه ستريس فبيحصل عندنا حاجة اسمها أفضل فراكشر. زي ما احنا عملنا سيرجيكال فراكشر عملناها ده من ضمن الجزء أوف ذا فراكشر. سيرجيكال فراكشر ده لما يكون في عندنا تيومر اللي احنا قلنا بروم وبعد كده دايركت بايزك وبعد كده باسكت فراكشر لو كان في تيومر او بقول لك في تحت الخلطه ولا ستريس فراكشر اللي احنا بنشوفه بقول لكم في المارشال فراكشر اللي هو بعد المارشال فراكشر اللي هو نلاقي السكن الميد ضل مكسور وده بيكون من كتر التمرينات في الجيش. تمام؟ او حاجه زي السكابول فراكشر اللي بتكتب ستريس او اللي بتكتب تروما حصلت عليك. ده نوع تاني من انواع الفراكشر اسمه انتراكتيكولار فراكشر. انتراكتيكولار يعني واصله للجوينت. الجرين ستيك دي صدمه ناحيه والناحيه الثانيه سليمه. الكورتكس اون كورتكس اتكسرت والكورتكس الثانيه سليمه. من النوع من نوع تاني اسمه باك فراكشر كده تو كورتكس كلاب. طيب احنا الكلاسيفيكيشن ده قلناه خلاص قلنا كومبليت وكومبليت وقلنا الفراكشر اون كورتكس كلاب. ده حسب الليفل بتاع الفراكشر بنقسمه الابر والميدل واللور سيل. يعني يبقى احنا كده الثلاثه كلاسيفيكيشن بتاعنا بتوع الفراكشر اكلام حسب السوفت تيشو. تمام؟ وحسب الكونفجريشن وحسب الليفل بتاعنا. الكلام اللي بقى كله ده ديسبليت هون ديسبليت ديسبليت لو كانش خرج خرج مكان هون ديسبليت لو كانش مكان ده نوع الاكشن. ده نورمال ده كونفير ده كونفير ده النوليك والسبايرال بتلاقي السبايرال الزاويه بتاعها اكتر من 20 لكن النوليك اقل من 20 بيكون ليميتد سيجمنت. يعني في مور ذان تو فاجمنت ابوشن. احنا قلنا لو كانت الحته دي اتاتش بالليجمنت او مكسور وحصل لها ستريس تمام فيحصل ابوشن هي
induction torsion based state. هو نفس الكلام كان ماني بس ده ستريس طيب انواع الرينج اللي ممكن نحصل منه في هاي انرجي تروما والواي انرجي تروما. الهاي انرجي طبعا بنشوفها في الشباب تمام، لكن اللو انرجي دي بنشوفها في الناس الكبيره. واللو انرجي المقصود بيها حتى لو وقعت يعني على السن زي ما هو مواقف بسهوله كده، لكن الهاي انرجي دي لازم يبقى في انرجي تقوي. طيب دول لما نبصهم في اي فاكشن في الدنيا بين وتم اي حاجه كده كان الفاكشن لازم تبص تاني وكان ده سكولين وتموز باص رينج اوف ذا موشن دي طبعا فيها كل فاكشات لازم هتحفظها. طيب اللور لينب ده في اثنين ولا واحدة دول؟ اثنين يعني دي تبيا وفيبرا تمام؟ فلازم ابين الني جوينت ولازم ابين الانج جوينت ده الستاندرد اكس راي بتاعته. ولازم ناخد تو فيوز يعني لو قلنا ده البي اللي جنبه ده هيبقى المفروض ان هو برضه بس هو ده او بي. طيب زي ما احنا قلنا تو فيو تو جوينت تو لينب لازم تحب تاخد الصوره على الناحيتين عشان تكبر تو انش ممكن نلاقي في انش في مضمون ده انش في الفيديو من فوق تو في جنب بعد فيها مثلا بتاخد اسابيع ساعات في زي فراكشر اوف ذيس فيس ممكن اخد صوره ثانيه بعد اسابيع تلاقي فراكشر بقى يقطع تو دكتور اوف انفستيجيشن الكلام لو مش واخد اكس راي او عشان انفورميشن لحد معين ممكن اعمل سي تي او ام ار. طيب اشهر حاجه بنعمل فيها السي تي طبعا هو البلفس والسباين خلاص ده استخدم خلاص مع الاكس راي لازم نعمل الاثنين دول. طيب ام ار اي اشهر حاجه مع الاكس راي والسباين مع السباين لازم نعمل الاكس راي لازم نعمل ام ار اي ولو في اي جيبن سنجر بريستيكال انجري جيبن سنجر. طيب البرنسبل اوف فراكشر تريتمنت يتأكد reduction taxation rehabilitation or cost. طيب زي ما قلنا لازم تكون مشكلة في الانش بي بي سي دي طبعا في المفروض موجودة عند الخمسة مش موجود مجروح لازم تكون the fracture لو حاجة نعملها في الستيج ميجر لو كانت the fracture هنعمله بريسنس بعد كده نبتدي الديفينيت بريمير بتاعنا سواء كان كلوز ميثود او اوفر ميثود. عارفين الفرق بين البرودكشن البرودكشن انا بعمل برجع فراكشر من غير ما اقطع يعني لكن اوفر فراكشر ده لازم الناس اللي نحكم لازم نعمل جرح فيكسيشن في عندنا نوعين في عندنا اكسترنال فيكسيشن في عندنا انترنال فيكسيشن. الاكسترنال فيكسيشن اشهر حاجه فيه هو الجبس هو البلاستر كاست والاكس اكس اتسلف يعني لو كان فراكشن او كان سكنت او سكنت فراكشن دي سبب الكاست الاكسترنال فيكسيشن اللي كنا بنعمله زمان باسكال فراكشن. طيب الكاستنج ان انا اكلوز الرشه خلاص ابتدي انا بحافظ على الرشه اللي معتوه على الاثنين بعد كده تجيبهم لان بعد كده الايه بشرح لكم بعد كده الهيلينج فراكشر هيلينج اول خطوه في الفراكشر هيلينج هي تكوين الفراكشر هيماتوما تمام. بعد كده مش بعرض للرقم واي وبالتالي الاقي العيان يمكن كويس جدا او يمكن بسرعه ما معرضش العيان الجرح وبالتالي مفيش انفكشن احط جبس لو انت قفلت جبس تمام ده شيل اسمه. طيب الديزاينس بتاعته ممكن لو واحد
مش بروفيشنال على التايب بتاعه. نعمل بركن، نعمل برشا فوق لو كان لوك اب او اي فايده اللي حاطه حاطه من كبير مش عارف ممكن يبقى كويس. بقيت تعالى نخش في الكاس بتاعه تحت الكاس تحت الكاس بيعمل مليون. لو حصل مليون مش هتبقى بعد كده شفت انت اول مره. بس لو عدد الجيبس فتره طويله ممكن يعمل بس. تاني حاجه السنه في الكشف او مره اخرى بعد كده ربنا يكسبك. يعني مثلا لك سنة فيكسيشن أصلا لاح زي ما هو لكن بتحط حاجة اسمها مسلسل شريف تمام. طيب سنة فيكسيشن ده بنعمله لو كان فيها عندنا عقود فراكشر لو ما قلت فراكشر 3-1 بس عامل معاملة الكلوز فراكشر خلاص من حقي اللي انا ممكن احط فيه بلاي فيدباك لو دخلنا 2 او 3 بنبتدي نحط له حاجة اسمها سنة فيكسيشن. وصلت يعني نمبر فراكشر وريسبوند تيب لو كان عندنا فراكشر وز باد سكون كونديشن بوز فراكشر بس معاها باد سكون كونديشن حالات الجود فورميشن حالات الجود فراكشر. طيب الديسابورت بتاعته ممكن نعملها من غير فراكشر ده اشهر حاجه طبعا تمام. ممكن نعملها من ستريس ممكن ما تحصلش لسه عليه دي الجين طبعا. طيب تاني نوع تاني فيكسيشن احنا قلنا الانزيمة فيكسيشن هنخش على حاجة تانية اللي هي الانزيمة فيكسيشن. أحسن حاجة عندنا هو سيرفيلانس سكرو أو الانترا تدمر النيت سواء كان ريجيت سواء كان فليكسو. في عندنا نوع تاني الكي واير أو سيكلاش أو تنشن بلاند وايرنج. الانديكيشن بتاع الانترنال فيكسيشن لو كان ديسبلاي ديتكشن بارتيكولر لو هي يو سي انفكشن لو طبعا انفكشن اللي صدر من الاول العينين الباثولوجيك انفكشن لو حصل عندنا مرمين. طيب الفرق بين الانترنال فيكسيشن والاكسترنال فيكسيشن تمام. احنا هنا ممكن ما نخش على تومك ريدكشن في الاكسترنال فيكسيشن لكن الانترنال فيكسيشن هنا لازم نحصل على تومك ريدكشن في المره بتاعتها. خلاص هنا بنحافظ على الفراكشر الهيماتوما لكن احنا مش بنحافظ على الفراكشر الهيماتوما. خلاص هنا بنعمل لكن لازم نعمل شخص الكوميونيكيشن بقى هو يجي حاجة معكم بعد كده ان شاء الله. الكوميونيكيشن وال ان شاء الله المحاضرة الجاية ان شاء الله ان شاء الله.